اللي قاعد صاير اليوم من عملية الشيطنة متاع الناس الكل فساد والناس الكل سراق والإيقافات هذه والوضع تحت الإقامة الجبرية وربما غدا معنا المحاكمات معنا الجائرة اللي تنجم تصير، هذا راهو باش يكون في مصلحة الفاسدين. علاش؟ خاطر في المناخ هذا ما ثماش مناخ متاع محاكمة عادلة، ثم مناخ متاع محاكمة شعبية، ثم مناخ متاع ترهيب متاع تهديد متاع تخويف، والمناخ هذايا لا يعتبر مناخ محاكمة عادلة ويمكن الطعن فيه لاحقا أمام القضاء الوطني أو القضاء الدولي، وسيستفيد منه الفاسدين الحقيقيين اللي باش يقولوا رانا حتى احنا كيف كيف تعرضنا إلى التشهير وتعرضنا للإقامة الجبرية وتعرضنا إلى تجاوزات كبيرة وتعرضنا إلى حرماننا من حقوقنا ولم نحظى بمحاكمة عادلة، وعندما يتبدل النظام السياسي ربما مش يطالبونا بالتعويضات كيف جماعة النهضة.